صفحة 108، في المثلث متساوي الساقين الارتفاعين النازلين من زوايا القاعدة متساويين. هذا الرأس البي والسي متساويتين، فالارتفاع اللي نازل من سي والارتفاع اللي نازل من بي متساويين. مو بس هن متساويين، محل ما بينزلوا كل واحد منهم لا هو ارتفاع بيصنع زاوية 90، بس هذا الجزء مثلا بي ام راح يساوي هذا الجزء سي ان، والجزء الباقي كمان ان اي بيساوي ام اي. كثير شغلات راح يصيروا متساوية. الفا الفا ما فهمت، ما فهمت شو حكيت. تناسب لسه ما بس ناخذ المنصف، انت عم تخلطي مع المنصف. السؤال الاول ايه؟ السؤال الاول المثلث اي بي سي فيه اي بي بيساوي اي سي يعني متساوي الساقين، معناتها 4 4 4. مين الأربعة؟ هاي بي اي خلاص 2 و4، فصار اكس حسب فيثاغورس جذر العشرين. السؤال الثاني اي بي بيساوي اي سي معناتها متساوي الساقين، فبالتالي شو رايكم نرسم الارتفاع الثاني؟ فهاد سي ام شو راح يكون قياسه؟ 4 جذر 2. هاي الزاويه 45، طلع على المثلث دي ام سي 45 45. فاذا صار ام دي 4 جذر 2 لانه صار مثلث متساوي الساقين، تمام. وبالتالي اكس 4 جذر 2 ضرب جذر 2 8 يساوي 8. اذا كنت نسيان مثلث 45 45 تحسبه في فيثاغورس، مربع 4 جذر 2 زائد مربع 4 جذر 2 32 زائد 32 64 جذره 8. سؤال 3 اي بي بيساوي اي اف، اي بي يساوي اي اف معناتها مثلث هذا متساوي الساقين. ارسم الارتفاع بي ام، فطول الارتفاع هذا 6. هلا هاي 15، مين كمان 15 هاي مثل هاي، بالتالي صار هاي الزاوية 45، يعني صار مثلث بي ام سي كمان 45 45، فهاي 6 والوتر 6 بجذر 2. بي ام لا بي ام 6 6 كله قصدي، مو هذا الجزء. القانون الخامس بيشبه القانون هذا الثالث. هلا بالقانون الثالث شو قلنا؟ اخذت نقطة ما من القاعدة بي سي ورسمت منها عمودين، فكان مجموع هدول العمودين هو ارتفاع. هلا اذا مددت بي سي لبرا، مددناه لنقطة كي وعملت منه عمودين، أول عمود طلع KH والعمود الثاني KP. هلا بدل ما كنا هيك جوات المثلث نجمعهم يطلع لي الارتفاع، هلا هون فرقهم بيطلع لي الارتفاع.
هاد الضلع مد هنا واخذنا منه نقطة K ورسمنا ارتفاع على اول ضلع وارتفاع على ثاني ضلع. كمان الارتفاع على الضلع الثاني رح ينزل برا لانه نحن اصلا طلعنا لبرا، فما رح ينزل العمودين جوات المثلث، واحد جوا واحد برا. فكمان هذا ممدد هلا، بدل ما كنا جوات المثلث نجمع هدول العمودين يطلع ارتفاع، هون فرق. سؤال اول، دي اي دي اي ناقص دي اف بيساوي اللي هو اكس، يعني 16 ناقص 1 15. السؤال الثاني، المثلث اي بي سي هو المتساوي الساقين، يعني اللي مديناه عم قطعهم مشان نتذكر انه هدول ممددات. دي اي ناقص اي اف بده يعطيني بي اتش. فدي اي دي اي 18 ناقص اكس يساوي 16، معناتها اكس يساوي 2. هاي اختلفت عن اللي قبلها بس انه برمنا. ثالث اكس، وين اكس؟ واي زائد 4 زائد 6 ناقص الواي هاي يساوي الاكس. هلا واي ناقص واي راحوا، فصار 10 بيساوي اكس.